مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معاكم من قريه ابو رقبه مسقط راس الراحل محمود العربي رئيس مجموعه شركات العربي. النهارده الاهالي قريه ابو رقبه الالاف خرجوا من المساجد، توجهوا الى المقابر لقراءه الفاتحه والدعاء له في مبادره سموها مبادره رد الجميل. هنا الالاف من اهالي ابو رقبه امام المقابر، الاطفال الصغار والنساء والرجال حرصوا على التواجد لقراءة الفاتحة والدعاء للراحل محمود العربي. زي ما انتم شايفين هنا الالاف امام مقابر ابو رقبة التابعة لمركز اشنون بمحافظة المنوفية في مبادرة رد الجميل لشهبندر التجار رجل الاقتصاد الحاج محمود العربي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وتم تشييع جنازته في مشهد جنائزي مهيب حضره الالاف من اهالي القريه والقرى المجاوره ومن شتى محافظات الجمهوريه. احنا زي ما انتم شايفين الالاف في انتظار فتح ابواب المقابر للدخول لقراءه الفاتحه على الراحل محمود العربي في مسقط راسه بقريه ابو رقبه التابعه لمركز اشنون بمحافظه المنوفيه. زي ما انتم شايفين هنا حرص الالاف من اهالي قريه ابو رقبه والقرى التابعه له على الذهاب الى المقابر لقراءه الفاتحه والدعاء للمرحوم. تقول ايه النهارده الحاج محمود؟ الله يرحمه، هو بين ايدي ربنا، الله يرحمه ويحسن اليه. الحاج محمود عمل حاجات كتير قوي في قريه ابو رقبه بالذات، يعني الله يرحمه ويحسن اليه، معاهد، مستشفيات، مدارس، ما خلاش حاجه لما عملها لنا. والله المبادره دي مين اللي عملها؟ مبادره رد الجميل دي، ان الناس كلها تطلع من المساجد يتوجهوا النهارده لل تلقائيا كده، الناس عامله كده تلقائيا من حبهم في الحاج محمود. اعماله اللي بتقول كده للناس كلها ان تيجي تحبه كده. ده الراجل صالح الله يرحمه. الحاج محمد هو السيد. اه حاج محمد زي ما انتم شايفين الحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين التدافع من الاهالي على الدخول لمقابر الحاج محمود العربي للدعاء له عقب وفاته ومرور اسبوع على وفاته. زي ما انتم شايفين الالاف هنا قريه ابو رقبه التابعه لمركز اشنون بمحافظه المنوفيه. زي ما انتم شايفين الكبار والصغار رجالا ونساء يتصارعون من اجل الوقوف امام قبر الراحل للدعاء له. الالاف يشيع بعد المشهد الجنائزي اللي شاهدناه يوم الجمعه الماضيه، الالاف يشاركون في قراءة الفاتحة والدعاء له أمام قبره بمجمع المقابر بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشنون بمحافظة المنوفية. الأطفال حرصوا على قراءة القرآن زي ما انتم شايفين. هنا الالاف قادمين لقراءة الفاتحة للراحل محمود العربي. طبعا كل ده انتاج الكتاب العربي، كل ده انتاج الكتاب العربي. كل الاطفال دي خريجين الكتاب العربي حفظوا القران بفضل من الله وبفضل من الحاج محمود العربي على قريتي. كل الاطفال دي بتحفظ القران زي ما انتم شايفين هنا من امام قبر الحاج محمود العربي. هنا من امام قبر الحاج محمود العربي. يلا جاي النهارده حكم الحاج محمود والخير اللي هو عامل البلد واهل البلد. يلا عود يلا يوجه له دعوه وهو بين ايدي ربنا دلوقتي، تقول له ايه؟ ربنا يرحمه ويوسع قبره ويجعل مسواه الجنه، ويجعل مسواه الجنه ويشكره في الدخول الاعلى في الجنه. امين يا رب العالمين. حب الناس دي كلها غيرها مش جاي من فراغ. ايوه بس زي ما انتم شايفين الالاف يتوافدون على قبر الراحل الحاج محمود العربي لقراءه الفاتحه والدعاء له. زي
زي ما شايفين هنا الالاف من اهالي قريه ابو رقبه والقرى التابعه له حضروا اليوم لقراءه الفاتحه والدعاء للراحل العربي. زي ما انتم شايفين المئات من الاطفال حضروا حاملين المساحف وواقفين امام قبر الراحل الحاج محمود العربي. امام قبر الحاج محمود العربي يدعون له ويقرؤون القران. الكتاتيب التي أنشأها الراحل محمود العربي. الأطفال حفظوا القرآن الكريم، حرصوا على الذهاب إلى قبر الراحل لقراءة القرآن والدعاء له. النهارده الحاج محمود العربي هو بين ايد ربنا. الله يرحمه ويسامحه ويجعله الجنه. ويجعله الجنه. ويسامحه ويتداول عن سيئاته ويجعل اراءه من اراء الجنه. عمل خير كتير الحاج محمود في البلد. عمل خير كتير. زي ايه بقى؟ عمل خير كتير. مدرسه ومعاهد وكل حاجه عاملها في البلد. محتاجين. ومساجد مدارس ومساجد. كان سند الغلبان هنا. هو الحب بتاع ابو رقبه. هي الحياه بتاعت ابو رقبه هو الحاج محمود العربي. الراجل طيب. الحاج محمود العربي هو ورده ابو رقبه. هو
وردة ابو رقبة الحاج محمود العربي وسنة ربنا يوسع كل حاجه المستشفى ربنا يبارك له والمقابر كل حاجه ربنا يبارك له ومصانع ومشغل غلابه ربنا يبارك له يا رب الله يرحمه ويسامحه يوسع قبره ربنا يجعل الارض ربنا يجعل الارض ربنا يجعل الارض ربنا يوسع له. قولوا ايه النهارده للحاج محمود العرب وهو بين ايدي ربنا؟ الله يرحمه ويوسع له وفتح لنا مكتبة عربي نتعلم فيه وجامع نصلي فيه وكل حاجه. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. الله يرحمه ويغفر له في حق جدنا. قولوا ايه النهارده للحاج محمود العرب وهو بين ايدي ربنا كده؟ ويوسع له ساعد ناس كتير هنا في القريه؟ ساعد ناس كتير قوي وادي ناس حاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ عامل لهم مرتبات كل شهر الارامل والايتام وعملنا كتاب العربي وعملنا كل حاجه وعلم عيالنا الصغيرين والكبار وكل حاجه بالنسبه لي. طب وجهي له دعاء بقى. الله يرحمه ويوسع له. قول ايه النهارده؟ ربنا يعلم ويشكرنا على المسلمين والشهداء والصالحين ويطور قبره للايمان يا رب العالمين. ابونا مات النهارده والله ابونا مات النهارده. ألف رحمة تنزل عليه. حاجة تقول إيه النهاردة الحاج محمود العرب؟ هو اللي عمل أبو رقبة. ساعد ناس كتير هنا. ساعد ناس كتير وغلاء وناس غلاء الله يرحمه. زي ما أنتم شايفين النساء والرجال حضروا هنا للدعاء للحاج محمود العربي رئيس مجموعة شركات العربي. بنكررها تاني، من زرع الخير حصد الخير. هذه هي نتائج الكتاتيب والمدارس والمعاهد حفظت القرآن الكريم. توافدوا اليوم وحضروا وتدافعوا للدخول إلى المقابر للوقوف أمام قبر الراحل محمود العربي للدعاء له ولقراءة القرآن. تقول ايه النهارده الحاج محمود؟ الحاج محمود المشهد اللي انت شايفه بيدل على كل حاجه وبيقول كل حاجه. ان الراجل ده كان راجل صالح وراجل ربنا يغفر له ويرحمه ويسامحه وعمل كل حاجه مش للبلد بس، للبلد واهل البلد والبلاد اللي حواليه. والنتيجه ايه؟ الحاج محمود ربنا يرحمه وجمع قلوب كتير قوي من الناس ديت على حبه، الحب ده بينه وبين ربنا. زي ما انتم شايفين هنا احنا الالاف هنا من النساء والرجال والاطفال والسيدات حضروا لدعاء للراحل محمود العربي. اتفضل. ما اقدرش نقول الا ان ربنا يرحمه وربنا يوسع له، لان الراجل ده كان خير بكل المقاييس وكل حاجه، حتى يتعامل معاهم او ما يتعاملش معاه. احنا كان شغالين في المجموعه 40,000 واحد بس الناس كلها بتحبه، حتى ما يتعاملش معاه برضه بيحبه، واحنا كلنا في حاله حزن على الحاج محمود لان الحاج محمود مش هيجي تاني. يا ربنا يرحمه ويغفر له الحاج محمود العربي لن يتكرر. الراجل ده كان راجل عبقري ولن يتكرر وكان بيحب الناس والناس بتحبه. الله يرحمه. اه كان بيحب الناس وكان الناس بتحبه كلها. الحمد لله رب العالمين. ربنا يغفر له. ربنا يرحمه. ربنا يرحم الراجل دوت لان الراجل ده عمل حاجات كتير حلوه. ما عملش حاجه وحشه في اي مخلوق خلق ربنا. انتوا شايفين البشريه وشايفين الدعاء له. ان شاء الله كل يوم جمعه على نفس الهزاز. ان شاء الله كل الدعاء ده يكون زاد حسنات. كل الدعاء العربي رحمه الله عليه اللي يقول لك مات تقول له لا ما ماتش، لان خيره موجود طول ما احنا موجودين خيره موجود. اللي يقول لك مات تقول له لا ما ماتش. لا ما ماتش. خيره موجود. اهل البلد موجوده اهل البلد كلهم بياكلوا الخير لحد يوم القيامه ان شاء الله. هو الشيخ الشعراوي مش حاجه زيهم تاني في مصر في حاله. الله يرحمه. وبامر الله الله يرحمه ويوسع له. الله يرحمه. وعياله بامر الله بامر ربنا يدوم له استكملوا المسيره ان شاء الله. ربنا يدوم له ان شاء الله. سلام. الحاج محمود دون يعني مش هيجي تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الدنيا أربع نفر، راجل آتاه الله علما ومالا، وراجل آتاه علما ولم يأتيه مالا. الراجل دون عمل كل حاجة، عمل مستشفيات، عمل مدارس، عمل كتاتيب، عمل كل حاجة. ربنا يجعله في ميزان حسناته، ربنا يجعله في ميزان حسناته، يجزي عنا كل خير. قول ايه النهارده الحاج محمود وبين ربنا؟ الحاج محمود ما شافش اي حاجه، ما شفناش حاجه وحشه منه خالص. كل خير. وعمك كتر في البلد كلها الناس بتشكر فيه. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده.
الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الملك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من أجل مرض الناس بسم الله الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد قادر المبتدئ المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتصر العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والجلال وسعت كل شيء. آمين.
زي ما انتم شايفين بعد الدعاء من اهالي قريه ابو رقبه وقرى التابعه لها الان يتوجهون بقراءه الفاتحه للراحل محمود العربي رجل زرع الخير فحصد الخير. ربنا سبحانه وتعالى حقه وعباد الرحمن الذين ان شاء الله الراجل ده فاتح اكثر من 150,000 بيت والله العظيم مشغول عليه ولا عشان حاجه احسن من 150,000 بيت يمكن الناس تعرفهم كلهم حوالي 5,000 انما هو فاتح اكثر من كده ربنا يهدي اولاده يا رب يا رب. تقولي ايه النهارده لحد ما يكون العرض؟ اتكلموا يا اولاد محمود الحاج محمود الله يرحمه ويسعده وعلى رضيه حاجه حلوه للبلد الله يرحمه ويغفر له عمل حاجات عمل لنا لعيالنا ولعيال اولادنا عمل حاجات حلوه كتير عمل لنا كتير يا فاكر رسول الله في الجنه رسول الله الكافل اليتيم هاتين في الجنه واشار السبابه والوسطى عمل كل حاجه اطعم اليتيم وقص العريان وأطعمنا كلنا وعمل كل حاجة حلوة أبونا كلنا أبونا كلنا قال له ألف رحمة ونور عليه يجعل ثواه الجنة أنا يجعل مثواه الجنة عمل حاجات كتير كفاية يجعل مثواه الجنة كفاية علم علينا إخوان الكريم إداهم كتير أدخل السرور على بيوتنا الله يرحمه يجعله في العليين ربنا كرمه ربنا كرمه على سائر المسلمين ربنا يدخله فسح الجنات ربنا يرحمه قولي يا رب اقول كل كلمه كويسه ايوه احنا عمرنا ما هننسي اي حاجه علمنا القران وعلمنا كل حاجه لكن في يوم خبطت على بابه وميلت على رجله قال لي انا ربنا جعلني سبب في كل حاجه اعملها لكم اقول له ايه يا عم الحاج نفسي اسيب مدرستي قال لهم واشتغل على اخواني اداني فلوس وقال لي اللي انت عايزاه الله يرحمه ربنا يرحمه قولي يا حاج عمل كل حاجة حلوة عمل كل حاجة حلوة طلعنا عمرنا وجوزي وشغل جوزي في الكتاب عمل كل حاجة عمل كل حاجة يا نالي يا نالي علمك كل حاجة يا نالي وشغل بنتي المصنع السكان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه وجعل الأرضية الجنة الله يرحمه كان نور يمشي على الأرض يا رب كان قرآن كان هداية للناس بعد رسول الله كان هداية للناس بعد رسول الله الله يرحمه الله يرحمه وعلى رضيه الجنة نحتسبه ان شاء الله من الشهداء ان شاء الله نحتسبه ان شاء الله مع الصديقين والفعليين ان شاء الله ان شاء الله بامر الله وحسن لعنائك رفيق ان شاء الله الله يرحمه الله يرحمه الله يجعل قبره باب جنة من جنات النعيم يا رب يا رب يا رب ولا ما تبص كده وتقع مش هتصور العيال دي زي ما انتم شايفين يا عم الحاج عم الحاج محمود اللي واقف في وشي والله ربنا يرحمه ويحسن اليه ربنا يرحمه ويحسن اليه يا رب يا رب قول يا حاج قول ايه النهارده يا حاج محمود؟ هو بين ايدي ربنا دام المحبين الحاج محمود العرب الراجل الطيب انا حلم ادم حسين من كلفه ورقه بس هيكون حزن وفيل واعرف عن الحاج محمود انا عشت معاه في المؤسسه 20 سنه اكبر واحد مكوسنا في البلد احكي لنا بقى عن ذكريات عشت طبعا هو الراجل طبعا اي واحد في اللي عنده في المصرف شغال عنده اللي بيتم 10 سنوات بيطلع عمره واللي بيتم 20 سنه يطلع حج واللي بيتم 30 سنه له مكافاه كبيره كويس طبعا اللي بيطلع الحج العمره دي بيتكلف بالعمره وبالمصاريف بتاعته وبالتوصيل وكل شيء لغايه ما يروح ويجي هو واسرته بلدنا بالحلق قريه العرب من ابو رقبه كلها حد جدارك انها بحالها وهو اللي طلعها من الحج والعمره حاج محمود عربي يعني خلى بلدنا دلوقتي مدينه بلدنا السما مدينه فيها معهد نموذجي فيها معهد قراءات فيها مستشفى دولي في قريه ابو رقبه مش موجوده لا في شبين ولا في شمون تمام فاهم كلامي؟ كل ده فاتح بيوت في ابو رقبه وكل الجميع البلاد بحالها
في مؤسسه مش ابو رقبه لوحدها. لا ابو رقبه لوحدها. ابو رقبه طبعا في مؤسسه بتخدم محروس منوفيه هي بتاع ويسكي. فاهم كلامي؟ وفي في القاهره مؤسسه وفي في في اليوم مؤسسه وفي البرلمان مؤسسه بتخدم جميع يعني جميع مصر الحلف. كل الخير من قريه ابو رقبه واجوار ابو رقبه من الحاج محمود العارف. واحنا بندعي ان شاء الله باذن الله ان ربنا يوديه الجنه الكل باذن الله ان شاء الله وربنا يرحمه ان شاء الله. كلنا بندعي كلنا بندعي كل بلد بحاجه. تقول ايه يا حاج الحاج محمود وبين قادر ربنا دلوقتي؟ الحاج محمود عمل شايف الذريات شايف العيال دي الصغيره دي حفظ القران الكريم حفظ له القران الكريم بكفايه عليه دي بس كفايه عليه. الله يرحمه ويحسن اليه الله يرحمه ويحسن اليه. زي ما انتم شايفين احنا مستمرين معاكم. اه يا عم على هنا بس قبل علم الأطفال حرصوا على قراءة القرآن. اقعد يا كده ورا يا بنت. جزاك الله خير. أم عدنان أم عدنان الله يرحمها. أم عدنان عامل لنا مدارس وعامل لنا اقعد يا كده واسرع كده. أنت بتقرا بس. حاسب كلمة ولا لا؟ الله يرحمها. عاوز أقول لك شوف الأطفال الأبرياء دول. الله يا ولادي الفلك الجنب يتدور شنو؟ اقرأوا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. على صوتك شوي على صوتك شوي. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر ما خلق. بسم الله والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك الحظ أي إنسان يساوى وللظلم حسنة واشرق عليك بربنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ترحم وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله عرفنا بنفسك حاجة كده؟ رندا عمر من قرية أبو رقبة. تقولي لنا ايه النهاردة الحاج محمود هو بين ايدي ربنا تقولي له ايه؟ الحاج محمود ربنا يرحمه ويوسع له اللي عمله في بلدنا وعمله معانا. ايه بقى؟ عامل لنا طب يا جدعان الزرع ده لسه مزروع امبارح يا جدعان. الله يبارك لك معلش زي ما تقول اتبع معاك معلش. عامل لنا معاد عامل لنا مدارس عامل لنا حضانه. الحضانه العيال كان بيجيب لها كاوتشات وبيجيب لها فلات وبيجيب لها اشراب وقمصان وبناطيل وبيقبض الغلاب وبيحفظ العيال القران وكل سنه بيطلعهم عمره. احنا الستات الكبار بعت لنا البيوت اللي هي مش متعلمه يعلمها القرايه ويحفظها القران. الله يرحمه ويغفر له. حتى التراب عملها لنا مجاني
مجانا من غير اي حاجه، من غير اي مقابل، وبيدينا كل حاجه، عامل لنا كل حاجه. يعني حب الخلق ده وكده كفايه عليا. يلا الله يرحمه. ان كان الراجل ده توفى فهو هيفضل في قلوبنا على طول، على طول مش هننساه. والموضوع مش موضوع زياره في اليوم ان احنا هنيجي نزوره، بالعكس احنا هنيجي نزوره على طول. والراجل ده مش لازم حد في البلد، وربنا يقدرنا ان احنا نقدر نرد له اي حاجه من جمايله الكتيره اللي مغرقه البلد كلها. وعايز اقول لك ان صغير قبل الكبير بيحب الحاج محمود وبيدعي له بالرحمه، وهنفضل فاكرينه لحد ما نموت احنا كمان، ويا رب يكملنا لون قبله بقى على الايمان ان شاء الله. هو عايش في قلوبنا كلنا والله. الله يرحمك يا حاج محمود. انت عندي وانا عندي 16 سنه بادئ مع الحاج محمود، كان نادي ما سابنيش الا لما اتجوزت، كنت بنام مع عياله في بيته ما سابنيش الا لما اتجوزت، وخيره على العيله بحالها. وكان ايام اللي يخدم عنده 10 سنين جايب بطرمان كده حطه قدامه، وهو رايح العمره ياخد اثنين معاه، وهو رايح الحج ياخد اثنين معاه، كل واحد وحظه. خدم الناس بحالها بحالها، وانا اول الناس. انا عايز خيره، خيره عليا والله، خيره عليا وعلى عيالي والله، خيره عليا وعلى عيالي لحد وقت نهاية. يعني خدمنا وخلصنا له وحفظ المحل في المشكل، وخلانا بني ادمين، وخيره على البلد بحالها، خيره. ربنا يخلينا الباشمهندس براي، ويخلينا الباشمهندس، اولادي كلهم ان شاء الله، ويخلينا الباشمهندس محمد، ويمشوا على المسيره ان شاء الله، استاذ مصطفى ومدحت، الباشمهندس مدحت ومحيي، ربنا يخليهم ويبارك لهم فيهم، ربنا يجعلوا ويجعل عيالهم في ذريه صالحه زي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرحمهم. كان الشيخ الحاج محمود، الحاج محمود العربي كان فاتح لناس كتيره، وكان عامل مستشفى العربي، وكان عامل فرق. اقول لك على حاجه بس يا بنت، محمود العربي كان فاتح فيه ناس كتير، والله كان فاتح فيه ناس كتير. صدق الله العظيم. استفاد متعلمه يعني. تعال يوم ما عاملينش في اختي من عشاق الحاج محمود العربي، وربنا كلنا وحجبنا. قولي النهارده الحاج محمود هو بين ادرى. الحاج محمود دي كان جبر خلاص، كان بيكبر خاطر الناس بحاله. والله كان جبر خاطر، بيكبر خاطر الناس بحاله. تعالى سجل مع السجان. عرفنا بنفسك كده؟ عرفنا بنفسك كده يا فندم؟ يا ابن التخر انت، وانت صغير ارجع وراك يا ابراهيم. منين حضرتك؟ ارجع وراك يا ابو ده. جاي من السودان عشان تعرف حد ارجع وراك يا ابو ده. تقول له ايه النهارده؟ هو بينادي ربنا. الله يرحمه ويحسن عليه. انت كم؟ يا ابني على صوتك والله، عامل حاجات كتيرة وربنا ان شاء الله بعلمهم في العدد هنا. هنا خال حاج ما زال الاهالي يتوافدون على قبر الحاج محمود العربي لقراءة الفاتحة والدعاء له. الحاج محمود الله يرحمه. حبيبي اتفضل. تقولي المغتمي العربي الحاج محمود بيدعوا له بالرحمه والمغفره ان ربنا يحفظه. حافظه قد ايه؟ واحده نص القرآن. كم؟ نص القرآن. في المعهد النموذجي الذي انشاه برضه الحاج محمود.
الحاج محمود ده كان بيشوف يكبر بخاطر الناس بحالها. انا كنت بقول عليه قبر بيكبر الخواطر بحالها. ايه بقى احكي لنا ذكرياتك معايا حاجه كده. ما كانش بيكسب حد ابدا، كنت بقول عليه قبر خاطر بيكبر خاطر الناس الله يرحمه ويستر. كنت ما قبله بس كده ولا ايه اللي يكفيك، ايه اللي يكفيك كل شويه، ايه اللي انت عايزاه، ما كانش بيكسب خاطر حد ابدا الله يرحمه ويستر الله يرحمه. هو يعتبر ابو الدنيا بحالها، مش عم الواحده، هو عم الدنيا بحالها، هو ابو الدنيا بحالها. تمام. قول يا حاج. الحاج محمود عامل معاهد في البلد كنا معكم من هنا من مسقط رأس الراحل محمود العربي، ومن أمام قبره كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة